سلام، انا معاد احبوش. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غندويو فيه شويه على الموضوع المقالي او لا المقاله. انتم عارفين شنو هي المقاله وعارفين باللي عليها 10 ديال النقط، يعني ان البلاصه اللي فيها الماكله بزاف فيها خصك تاكل النقط بزاف وخصك تجيب النقط اللي غي يمكنوك باش تجيب فوق المونسيون هي المقاله. الا جبتي 10 ديال النقط في المقاله اعرف انك راك ضمنتي من 18 حتى ل 20 في الفرد او في الجهوي. علاش؟ حيتاش الاسئله الاخرين كيكونوا ساهلين وممكن تجبدهم غير من النص، غير من الوثائق اللي عطاوك. اوكي، دابا غنفهموا كيفاش كتكتب المقاله وكيفاش يمكن لك تجيب فيها 10 على 10. في المقاله كاين ثلاثه ديال الحوايج، كاين مقدمه وكاين عرض وكاين خاتمه. مقدمه وعرض وخاتمه خصك ديرهم بثلاثه، ما خصك تزقل حتى وحده فيهم. باش تقصي الماكله ديال النقاط كاملين خصك ضروري ديرهم بثلاثه. الا زقلتي غير وحده، مثلا زقلتي المقدمه ودرتي العرض والخاتمه، او لا المقدمه والعرض درتيهم وزقلتي الخاتمه، راه كينقص لك النقاط. وانا بغيتك تقصي النقاط كاملين، يعني تجيب 10 على 10 باش انك تجيب واحد 6 النقاط او 8 النقاط. مهم كيبقى لك انك تجيب مونسيون يكون في جيبك، يعني من 18 حتى ل 20. حيت الا جبتي في المقاله 10 ديال النقاط، راه النقاط الاخرين يمكن لك تجيبهم، حيت كتجبد الاسئله الاخرين غير من الوثائق، ولا مثلا المفاهيم يمكن لك تجبدهم غير من راسك. وهكا يمكن لك تجيب من 18 حتى ل 20، سواء في الفروض ديال القسم سواء في الجهاوي. اوكي، اختاريت هذا الفرد هذا وغنوريكم كيفاش تكتبوا عليه مقاله. وخاصك تعرف انك من حقك تكتب المقاله باي طريقه بغيتي بطريقتك الخاصه، غير هو الجواب يكون جواب صحيح. اي مقاله خاصك تبداها بمقدمه. شنو خاصك دير في المقدمه؟ كيعطيوك مثلا جمله: وضعت سياسه اعداد التراب الوطني عده اختيارات لتجاوز التحديات التي يواجهها التراب الوطني. شنو خاصك دير لهاد الجمله؟ خاصك تشقلبها، فهمتي؟ خاصك تجيب، انا نفهمك كيفاش. خاصك تحط الجمله الاخرى في الاول والجمله الاولى في التالي، اولا النص ديال الجمله في الاول، وكتخربق من هنا ومن هنا وكتصنع جمله. بحال دابا انا نصنع منها جمله: التراب الوطني يواجه عده تحديات، مما جعل من سياسة إعداد التراب الوطني من وضع عدة اختيارات لتجاوزها. شفتي شنو درت؟ قلبتها. من بعد هاد العملية اللي درنا، كنشدو دوك المطالب اللي عطاونا، ها هما فين عطاهم لنا: التحديات البشرية والاقتصادية والبيئية التي يواجهها المجال المغربي، الاختيارات التي وضعتها سياسة إعداد التراب الوطني لتجاوز تلك التحديات. هادو كنشدوهم كنديروهم على شكل أسئلة. كنديرو مثلا: ما هي التحديات البشرية والاقتصادية والبيئية التي يواجهها المجال المغربي؟ وما هي الاختيارات التي وضعتها سياسة إعداد التراب الوطني لتجاوز تلك التحديات؟ وهكا كتكون عندك ثلاثة ديال النقاط في جيبك وساهلة، يعني كتجبدها غير من هادشي اللي عطاوك. المقدمة كتجبدها غير من هادشي اللي عطاوك، فهمتي يا صاحبي؟ ها حنا دابا سالينا المقدمة، اجي ندخلو في القصعة ديال الكسكسو الكبيرة اللي هي العرض. العرض ساهل، خاصك غير تحط داكشي اللي فهمتي من هذا الدرس هذا. مثلا التحديات البشريه والاقتصاديه والبيئيه التي يواجهها المجال المغربي، الدرس داكشي من الدرس، وخصك غير تزيد واحد شويه ديال مثلا النقط ولي فيغول. مثلا كتبدا الجمله بواحد الكلمه بحال تتجلى التحديات البشريه وتتم خدام داكشي من الدرس. وعاود تاني: تتجلى التحديات الاقتصادية وتبقى خدام. وعاود تاني: تتجلى التحديات البيئية وانت خدام. وكل وحدة ديرها بوحديتها. الطلب التاني هو: الاختيارات التي وضعتها سياسة الإعداد التراب الوطني لتجاوز تلك التحديات. شنو كدير؟ كتبداها ب: وضعت سياسة الإعداد التراب الوطني عدة اختيارات لتجاوز ننا، وكتبقى خدام. شنو هي هاد الاختيارات هادي اللي دارتها سياسة الإعداد للتراب الوطني؟ داكشي من الدرس.
والحاجه اللي نقدر ننصحك بها هي زوق 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 مزيان، زوقت به خاصك تزوق شويه الكلام ديالك وتقد من هنا لي فيرغيل لي بوين داكشي تقدو على حقه وطريقه وسطر، ولا قديتي دير واحد شويه ديال الرسم ترسم داكشي على شكل بحال واحد القصيده ولا شي حاجه، حاول ديرها، حاول ديما تزوق باش الاستاذ يزيدك النقطه وما يلقى ما يقول في النظام ديال الورق، يعني يحط لك 10 ديالك. ايوا ها انت ساليتي العرض، العرض راه غير من الدرس، يعني داكشي اللي فهمتي من الدرس هو اللي كيطلبوا لك في العرض وكتحطو انت في العرض وكتجيب 5 النقط ديالك ديال العرض. غنساليو باش بالخاتمه، ديما المقاله كتسالي بخاتمه، ولكن قليل اللي كيعرف كيفاش يخدم الخاتمه. كاين اللي كيخدم الخاتمه من الخلاصه اللي كتكون في الدرس، وهاد الحاجه هادي خاطئه تماما. الخاتمه عقل انه ديما كتبدا برغمه او من الرغم، زعما واخا راه دارت اختيارات ديال هاد سياسه لاعداد التراب الوطني، ولكن راه مازال الوضع غير لائق. يعني كتكتب رغم ان سياسه اعداد التراب الوطني وضعت اختيارات لتجاوز هذه التحديات، الا انها تبقى تحديات تواجه التراب الوطني لحد الان وفي المستقبل مثلا بحال هكا. المهم هو انه كتبدا على الرغم والتزواق تبقى ليك، غير هو حاول انك تزوق وحاول انك تحط داكشي على حقه وطريقه باش ما تخلي الاستاذ ما يقول ويحط لك 10 ديال النقاط ديالك اللي هي الهدف ديالي من هذا الفيديو. وهاد الخاتمه هذه ممكن تحطها في اي درس، تحط لك مثلا الحرب العالميه الاولى، على الرغم من ان الحرب العالمييه الاولى سالات ف واخا هكاك راه ادات الى حرب عالميه ثانيه، وعلى الرغم ان الحرب العالميه سالات الا انها كانت عندها تبعيات الحرب البارده الاولى والحرب البارده الثانيه، وانت على الرغم ديما خصها تبقى في بالك وكتسالي بشي حاجه اخرى، فهمتي بشي بالدرس اللي جاي من موراها. وهكا غنكونوا فهمنا هاد المقاله كيفاش كتكتب. كنتمنى من كل قلبي انك تجيب 10 ديال النقاط، الهدف ديالي هو تجيب ديك 10 ديال النقاط حيت مهمه لك، وهي باش غتجيب المونسيون في الفرد او في الجهوي. اوكي تفهمنا، يلا ما تنساش 10 على 10 في المقاله. الى عجبك هذا الفيديو ما تنساش دير لايك وسبسكرايب، وما تنساش تبارطاجيه مع صحابك ولا المهم اللي عجبك ديرو، اللي ما عجبكش ما ديروش، المهم هو تستافد نتايا. ودخلوا عندي الانستغرام الا بغيتوا تتواصلوا معايا في شي سؤال او في شي حاجه، وتسناو الدروس راه غنلوحهم في مقارب. شكرا لكم، الى اللقاء.